من على الجسر الأثري الفاصل بين لبنان وسوريا، حيث يعبر النهر الكبير الجنوبي، وقف أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير يعاين أضرار العاصفة نورما، والتي أدت إلى نكبة حقيقية في الممتلكات والمزروعات. وكان اللواء خير قد عقد اجتماعا في مركز اتحاد بلديات سهل عكار، كشف فيه عن مسعى يقوده الرئيس سعد الحريري لبناء ساتر حول النهر الكبير لتجاوز جميع المحن والتحديات. نحن عاطين اسبوع، لان ما فينا نضل فاتحين مثل زمان. بعد اسبوع نحن بنعتبر انه كل شيء انتهى. الكشف هيكون اكيد وبلشنا. بنتمنى يكون في صدقيه مش مزايدات، وهذا على وجه نداء لكل اللبنانيين وما بيكون هلا وبعدين وبالمستقبل، انه شفنا ما يكفي من الصالح يروح بعز الطالح. يعني تيجي سياره تكون صرا خربانه 10 سنين بيحطها على جنب النهر وبزت وحل فيها لا يرجي انه هو هيدي خربانه عم بيضرر فيه وجاره وخيه. ولفت اللواء خير إلى أن كل بلدية تتحمل مسؤولية التقارير التي ترفعها، مشددا على أن كل مخل بالالتزام سيتحول إلى القضاء.